السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والله جل جلاله رفع شأن العلم ورفع شأن أهله، وأشهدهم على أعظم شهادة، فقال جل جلاله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وسلوك طريق أهل العلم ودرب أهل الأثر مما يوصل إلى جنة الله ومرضاته. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والله جل جلاله حث على طلب العلم وأمر بطلب العلم، فقال جل جلاله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن إرادة الخير للعبد أن يفقهه في دين الله، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فشأن العلماء وطلبة العلم الشرعي شأن عظيم، ولهم المنزلة السنية الرفيعة العالية، بل إن من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى طلبه للعلم، وهو خير من الأموال وطلب الأموال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ونحن اليوم بين يدي عالم من علماء الأمة، وحبر وعلامة كان له بحمد الله عز وجل الأثر على الأمة أجمع، ولهذا المعهد نصيب كبير من جهوده رعاه الله ووفقه، فقد قاد هذا المعهد سنين عددا، وشارك في تطويره وبنائه وإعداد خططه ومناهجه ومقرراته، وسارت المسيرة في هذا المعهد على هذا المنهج القويم بحمد الله تبارك وتعالى. وهو اليوم بين أبنائه ومحبيه من منسوب المعهد العالي للقضاء، فشكر الله لسماحته هذا التواصل المبارك وهذا التوجيه الذي ما فتئنا بحمد الله عز وجل نحظى به من سماحته في كل لقاء به، زاده الله رفعة في الدنيا والآخرة، وجعله مبارك أينما كان، وجعله مباركا أينما كان. ولا أريد أن أخذ من الوقت الثمين الذي نستثمره مع سماحته، فليتفضل سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، بإلقاء محاضرته سدده الله ووفقه وأعانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
إنه ليسرني كثيرا هذا اللقاء المبارك مع إخواني وأحبابي في هذا المعهد من مديرين ومن هيئة تدريس ومن طلاب، فأسأل الله لي ولهم ولجميع المسلمين التوفيق للسير على الطريق الصحيح الموصل إليه علماً وعملاً وتعليماً وقدوةً. ثم أقول إن هذا المعهد ولله الحمد منذ تأسس وهو في كل سنة يؤتي ثماره، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهذا والحمد لله ينطبق على هذا المعهد. وأراه الآن والحمد لله أكثر إنتاجاً وأكثر وأكثر استعداداً مما يدل ويبشر بالخير. ولا شك أن هذه الجامعة المباركة بجميع أقسامها كلها خير وبركة على هذه البلاد وعلى العالم الإسلامي، وهذا من نعمة الله على عباده ومن حفظ هذه الشريعة المطهرة، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه الجامعة بجميع أقسامها هي القلعة الحصينة بإذن الله لهذا الدين، وهذا المعهد له جهوده وله آثاره وله ثمراته. وأما الموضوع فهو آداب طالب العلم، آداب طالب العلم. لا شك أن طلب العلم هو الأساس للقول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، كما قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وفضل طلب العلم جاء في القرآن والسنة الكثير من الأدلة عليه، منها ما سمعتم من معالي المدير مثل قوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما كل الناس يتيسر لهم طلب العلم، ولكن من كل فرقة، من كل قبيلة، من كل بلد، من كل أسرة، طائفة، والطائفة تطلق على القليل وعلى الكثير. لأي شيء؟ ليتفقهوا في الدين. هو طلب العلم ليس هو الحفظ فقط، الحفظ وسيلة فقط، لكن الفقه، الفقه في الدين. وكم من حامل علم وهو لا يفقهه ولا
فالمدار على الفقه والفهم في دين الله عز وجل، يتفقه في الدين، ثم بعدما يتفقهون في الدين يرجعون إلى قومهم وبلادهم وقبائلهم وأسرهم، فينذرونهم، يعني يعلمونهم مما علمهم الله، وينشرون العلم فيهم. فبهذا ينتشر الإسلام في المشارق والمغارب، طريقة سهلة ميسرة وفيها خير كثير. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. أهم ما عليك قومك، تبدأ بهم، وأنذر عشيرتك الأقربين، تبدأ بهم، ثم يتمدد الخير منهم إلى غيرهم، وهكذا. ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلك طريقا، يعني اتبع خطة من خطط طلب العلم يسير عليها، هذا طريق يسلكه طالب العلم. هو طالب العلم يأخذ كتاب ولا يأخذ القرآن ويجلس في بيته ويقرأ، لا، لازم يذهب، لازم يسافر لطلب العلم، لازم يلتقي بالعلماء، لازم يدخل في دور التعليم. وهذا يحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى معاناة. فطلب العلم لا بد فيه من بذل للوقت وللراحة ولجميع ما يتطلبه ذلك. نفر من كل فرقة منهم طائفة، نفروا، رحلوا، طلب العلم بعيدا أو قريبا. ما هو يأخذ كتاب ويحفظه في بيته ولا يقرأه في بيته، لا، هذا ما هو بطلب علم. هذا ربما يكون هذا ضرر أيضا، أنه يفهم غير المقصود وغير المطلوب. فلا بد أنه ينفر لطلب العلم أينما وجده، ولو كان بعيدا يذهب إليه. من سلك طريقا، هذا مثل قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذا طريق يلتمس فيه علما، هذا القصد، أنه يلتمس العلم أينما وجد فيذهب إليه ويتلقاه من أهله. العلم بالتلقي، والكتب هذه إنما هي أدوات، وأما تلقي العلم فليس من الكتب، وإنما هو من العلماء. يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فهو يسير في طلب العلم وهو يسير إلى الجنة إذا صلحت نيته وسلم قصده وتوجهه، فإنه يذهب إلى الجنة. ما هو يذهب إلى طمع آخر، بل هو يذهب إلى الجنة. وإذا جاءه شيء من أمور الدنيا فهو من الإعانة من الله عز وجل له، لكن لا يكون هو المقصود، إنما يكون يستعين به على طلب العلم. وأما آداب طالب العلم فأولها وأساسها النية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.
وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الله يعامله على حسب قصده، والله لا يخفى عليه شيء، يعلم ما في الصدور، يعلم النيات والمقاصد، فيعامل كلا بحسب قصده. وهذا مما يؤكد على طالب العلم أن يخلص نيته لله، فيطلب العلم لله لا لأي شيء آخر. وإذا طلب العلم لله ويسر الله له وأعانه ووفقه. وإنما لكل امرئ ما نوى، فيخلص النية لله عز وجل ليكون في عبادة. طلب العلم عبادة، فهو في عبادة. نخرج من بيته لطلب العلم إلى أن يرجع إليه وهو في عبادة. وطلب العلم أفضل من نوافل العبادات، أفضل من قيام الليل ومن صيام النهار ومن أفضل، لأن نفعه يتعدى، وأما العبادة نفعها يقتصر على صاحبها، فيها نفع لكن لا يتعدى إلى غير صاحبها. طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، وهو بعد الجهاد في سبيل الله، بل هو نوع من الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله يقوم على العلم، لا بد من العلم. فيخلص النية لله عز وجل، هذا أول شيء. ثانيا، على طالب العلم أن يتدرج في طلب العلم، لا يأخذ العلم دفعة واحدة أو يأخذه من فروعه، لا، يأخذه من مبادئه وأصوله وأبوابه، فيتدرج شيئا فشيئا. أما من يذهب إلى فروع العلم وإلى الأقوال وإلى الكتب المطولة والموسوعات ويقرأ فيها ويقول أنا أطلب العلم، هذا ضياع، ما هو طلب للعلم، هذا تشتيت للذهن. فلا بد أنه يبدأ من الألف باء، من أول خطوة، أول خطوة في طلب العلم، تتلوها الخطوات والمراحل الدراسية. ولهذا في كل جامعات العالم تكون مراحل دراسية، لأن العلم هو يؤخذ دفعة واحدة. فعلى طالب العلم أنه يتدرج في طلب العلم، وعلى المعلم أن يتدرج بطلابه كذلك شيئا فشيئا. ولذلك ألف العلماء المتون والمختصرات ليبدأ بها الطلاب على مشائخهم شيئا فشيئا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ربانيين، تربون الطلاب على طلب العلم شيئا فشيئا. قالوا والرباني هو الذي يربي على صغار العلم قبل كباره، يربي الطلبة على صغار مسائل العلم قبل كباره، يتدرج بهم شيئا فشيئا. والعلم بعضه ينبني على بعض، مثل البنيان ينبني بعضه على بعض، على الأساس ثم على ما فوق الأساس شيئا فشيئا، إلى أن يصل إلى أدوار كثيرة. فهكذا طلب العلم يتكون شيئا فشيئا. فعلى طالب العلم أن يتدرج، وهذا تدرج يحتاج إلى صبر،
هذا بعض الناس يصير عالم بيوم واحد أو شهر أو سنة، لا، العلم ما أنت بواصل النهاية، لو أفنيت عمرك وأعماراً مع عمرك ما تصل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فاحتاج إلى صبر ومعاناة وعدم استعجال. واللي ما معه صبر ما يستطيع المضي، يصبر على طلب العلم، يحتاج إلى وقت، إلى وقت طويل مع طلب العلم. فمن آداب طالب العلم ألا يستعجل، ويقول أنا بختصر المراحل وبأنتهي بسرعة، لا، هذا يختصر له العلم كما اختصر هو ولا يحصل من العلم شيء. وهذا يكون كما قال الشاعر: دخلت فيها جاهلا متواضعا، يعني الجامعة، دخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا مغرورا. لأنه يبي يطوي العلم مدة يسيرة، والعلم ما يطيع، لازم ياخذ مجراه شيئا فشيئا. هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى حفظ الوقت، يخلي كل غالب وقته إلا وقت الراحة، وقت الأكل ووقت الفرائض، صلوات الفرائض يخليه لها، لما أعد، أو لما أعد فيها، يخليه لما أعد له، والباقي يصرفه في طلب العلم من ليله ونهاره، ما زاد عن أدائه الفرائض، وما زاد عن وقت أكله وأكل وراحته ونومه، يصرفه في طلب العلم، ما يصرفه في الشوارع والنزهات ومع الأصحاب والرحلات، لا، يصرفه في طلب العلم. أثمن شيء عندها طلب العلم، يصرف وقته فيه، وهو في راحة ولذة أحسن من الرحلات وأحسن من النزهات وأحسن من كل شيء. هو في جنة، هو في جنة إذا أقبل على طلب العلم. فهكذا يحفظ الوقت ويحذر من ما جد الآن من الملهيات والمغريات والإنترنت والكمبيوترات والمواقع وما أدري كيف، بل يقبل على طلب العلم ويكون مع العلم لا مع غيره. وكما يقولون: العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، أما إذا أنك تبي تجمع هذا وهذا، فالذهاب إلى الأسواق، إلى الهيشات، إلى هذا يضيع عليك ما عندك من العلم، يمسح ما عندك من العلم ولا ينمو عندك العلم. كذلك من آداب طالب العلم أن يرى أنه دائماً بحاجة إلى العلم، ولا يرى أنه بلغ مرتبة تكفيه. من همان لا يشبعان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: طالب العلم وطالب الدنيا. فلا ترى أنك وصلت إلى النهاية، بل تعتبر نفسك أنك في أول الطريق دائماً وأبداً. وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً. والله جل وعلا قال لنبيه، مع أنه علمه سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، مع هذا يقول له: وقل ربي زدني علما، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. كليم الله موسى عليه السلام لما بلغه أن هناك في الأرض من عنده علم ليس عند موسى، ذهب إليه
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. سنين راح سافر حتى لقي هذا العبد الصالح وحصل معه ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. فإذا كان كليم الله يرحل في طلب العلم ويروح إلى تلقي العلم عمن ليس عمن عنده علم ليس عند موسى، فكيف الإنسان يقول أنا ما أنا بحاجة إلى، أنا انتهيت، أنا معي شهادة دكتوراه ولا شهادة عالية، ما بعد الشهادة العالية شيء إلا بعدها أشياء. الشهادة العالية دي مفتاح فقط، مفتاح للعلم، إنسان إن كان هي صحيحة بعد ما هي مزيفة، فيه مفتاح لطلب العلم. فلا يقول طالب العلم أو يعجب بنفسه وبكثرة علمه، هو يحتاج إلى العلم دائما وأبدا. وقل ربي زدني علما. كذلك من آداب طالب العلم التواضع، كل ما زاد علمه زاد تواضعه، خشيته لله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لا يكون عنده كبر وترفع، ويكون عنده تواضع. العلم يزيده تواضع وخشية لله عز وجل وتواضع للخلق، هكذا يكون طالب العلم. وكذلك الأهم من هذا كله العمل بالعلم، لأن العلم وسيلة للعمل، العلم وسيلة للعمل، ليس العلم هو الغاية بل هو الوسيلة. فالعمل بالعلم هذا هو الثمرة. والعلم الذي ليس معه عمل كالشجر الذي بلا ثمر، بل هو حجة على صاحبه يوم القيامة، ولا ويحمله ويتحمل ولا يزيده ولا ينتفع منه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا في اليهود المغضوب عليهم أنهم تحملوا العلم ولم يعملوا به، كما أن العمل ما يصلح بدون علم، لا بد من العلم والعمل. فالعمل بدون علم ضلال. ولهذا في آخر الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلاتنا يقول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، من هم؟ هم الذين حملوا العلم وعطلوا العمل، وهم يعني منهم اليهود. وليس هذا خاصا باليهود، بل كل من اتصف بهذه الصفة لم يعمل بعلمه فهو من المغضوب عليهم، لأنه عصى الله على علم، فهو أشد من الجاهل الذي عصى الله وهو جاهل. ولذلك صاروا مغضوبا عليهم من الله سبحانه وتعالى. ولا الضالين، وهم الذين ليس عندهم علم يعبدون الله على جهل، كالمبتدعة وأهل الضلال من النصارى وغيرهم الذين يعبدون الله بجهل وابتداع ورهبانية ابتدعوها، هؤلاء ضالون ضائعون. الضلال هو الضياع، ضائعون يسيرون على غير طريق. فيجب على طالب العلم أن يعمل بما علمه الله
كذلك يجب على طالب العلم أن يدعو إلى الله وأن يعلم ما معه من العلم ينشره في الناس ولا يختزنه ولا يكتمه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا يخزن العلم في صدره ويكتمه بل ينشره في الناس. العلم ليس لك، العلم لك ولغيرك، أنت إنما أنت متحمل له لتبلغه لغيرك، فلا تخزنه وتسكت عليه، تترك الناس في ضلالهم وفي جهلهم، هذا حرام عليك. ولهذا في سورة العصر قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل إنسان فهو خاسر، سواء كان ملكاً أو صعلوكاً أو غنياً أو فقيراً أو ذكراً أو أنثى أو عربياً أو أعجمياً، خاسر إلا من اتصف بأربع صفات. الذين آمنوا هذه واحدة، والإيمان لا يكون إلا بالعلم، لا يكون الإيمان إلا بالعلم النافع. والثانية عملوا الصالحات، لأن العلم لا ينفع بدون عمل. الصفة الثالثة تواصوا بالحق، ما يكتم الحق بل يوصي به وينشره في الناس ويدعو إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، لأن الذي يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم ينال منهم أذى وصعوبة فيصبر. كذلك من الصبر أن تصبر على طول العمل ولا توقف في أول الطريق، ولا تصبر على التعب، لا تصبر على التعب، فتصبر على التعب وتصبر على الناس، تصبر على ما أصابك. فهذه مهمة طالب العلم في هذه الحياة. وأنتم والحمد لله جئتم لتحمل هذه المسؤولية، لتستعدوا لتحملها، واستعينوا بالله واصبروا وواصلوا طلب العلم في المعهد العالي وفي غيره وكل حياتكم. الإنسان طالب علم إلى أن يودع باللحد وهو يطلب العلم، لأن العلم ليس له نهاية، وكل ما زاد العلم مع العمل زادت السعادة والخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما يضرنا وجنبنا ما يضرنا، وتب علينا فيما قصرنا وأهملنا، إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. جزا الله سماحة الشيخ على ما تفضل به وبين وجعل ذلك في موازين حسناته، ونفع بما قال وبما سمعنا منه، وجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وزادنا وإياه وإياكم علما وفقها وتقوى وخشية.